السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بنات من جديد في قناتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن ما يرام. وصفه اليوم وهي غاتو بالفواكه والقشده الطريه او الكريمه مطربه. من غاتو واحد انا خرجت 3 ديال الشكيلات. كنتمنى ان هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك ولي بارتاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. ونبداو على بركة الله بالمقادير. وهنا غادي نحتاجو جوج ساشيات ديال الفاني، 240 غرام ديال السكر سنيدة، 8 ديال البيضات، و 240 غرام ديال الدقيق الأبيض. وبالنسبة للإطار غنحتاجو واحد الإطار من حجم كبير. أنا عندي واحد هنا فيه 30 على 35 سنتيمتر باش نخدم به غاتو اللي غادي يدير ليا قطع وفيرة. وهنا البنات غادي نبداو. اول حاجه غادي نديروها كما شرحت لكم في الفيديو السابق ديال الجينواز، كنبداو بالبيض، السكر والساشيات ديال الفاني، كنبقاو نطربو فيهم حتى كيتضاعف الحجم ديالهم كما كيبان لكم بحال هكا. يعني غتعطيكم واحد لاموس اللي هي خفيفه، وكتطربو باعلى فيتاس كاينه عندكم في الـ في الـ في لاباري ديالكم. وهنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما طربات مزيان يعني كتعطينا هذا الشكل ديال لاموس هذا اللي كتكون خفيفه جدا وكتكون في نفس الوقت عاقده، ما كتكونش سائله. من بعد كنشدوا الدقيق وكنبداو نغربلوه من فوق منها بهذه الطريقه هذه. وهنا البنات المرجو المرجو منكم انكم ما تستعملوش نهائيا الضراب الكهربائي او اليدوي، لحقت غتخرجوا على هذيك لاجينواز ديالكم. كنشدوا ديما شي حاجه اللي تكون بلات، يعني بهاد بحال هكا شي سباتول تكون بلات، وغادي تبقاو تحركوا بها بهذه الطريقه هذه. كديروا واحد الموفمون سيركيلير بحال هكا حتى كتدخلوا ديك الفرينه كلها تدخلوها في هذاك الخليط، وانتم غاديين كتحركوا غير بشويه بحال هكا. وهنا البنات من بعد ما نسجموا المكونات مزيان كنخويو هذاك الخليط كله في داك الاطار. هنا كما لاحظتوا راه انا عندي واحد الكميه اللي هي وفيره ديال هذاك الخليط، يعني انا ضعفت المكونات باش تعطيني غاتوه كبيره اللي كما قلت لكم غادي نقسمها على بزاف ديال الاجزاء. غادي نسرحها مزيان بحال كنقدها في الاطار، وغادي ندخلها الطيب فران يكون سخون 180 درجه لمده 25 دقيقه. من بعد ما قديتها مزيان كما كيبان لكم في الاطار غادي ندخلها الطيب، وغادي نوريكم النتيجه ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. وانتم كتشوفوا من بعد ما طابت هذيك لاجينواز ولات بحال هكا باللون الذهبي، غادي نخليوها تبرد وندوزو نحضروا لا كريم ديالنا. غادي نحتاجو اترو ديال القشده الطريه السائله 30% من مواد الدسمه، جوج بواطات ديال الماسكاربون، 100 غرام ديال السكر كلاسي، فواكه مقطعه على هذا الشكل، سيرو باش غادي ندهنوا هذيك لاجينواز، وجوج ساشيات ديال الفاني. بالنسبه للفواكه راه ممكن انكم ديروا اي حاجه متوفره عندكم في الدار. والطريقه البنات فهي سهله بزاف بزاف كما كتشوفوا. غادي ندير القشده الطريه ونزيد ليها الماسكاربون ونزيد السكر وهذوك الساشيات ديال الفاني، وغادي نطربهم مزيان حتى يعقدوا، ومن بعد غادي نبدا بهم الخدمه. وبالنسبه للماسكاربون البنات فهذوك البواطات اللي انا شديت راه فيهم 250 غرام في كل وحده. وفي هذا الوقت هذا اللي درت الكريمه ديالي كتطرب غادي نمشي نقطع لا جينواز ونوجدها نديرها في طبق التقديم، وكل شيء غادي يبان لكم ان شاء الله في الفيديو.
وهنا من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق كما كيبان لكم هذا هو القوام ديال لاكريم ديالنا. المهم نتوما حضيو معها، لحقاش كل روبو كيكون عنده الفيتاس ديالو سواء مجهد ولا شويه ناقص. حضيو معها ما بين 10 حتى 12 دقيقه، هذا هو الكثريه ديالها باش تطلع بحال هكا. وهنا كما كتشوفوا حطيت الاطار ديالي في طبق التقديم، غادي نحط فيه هذيك النص ديال الجينواز من بعد ما قسمتها، وغادي ندير فيها هكا السيرو، غادي نسقيها مزيان بالسيرو، ومن بعد غادي ندير الكريمه ديالي كما كيبان لكم هنا. هذيك الكريمه اللي عندي غادي نقسمها على ثلاثه الاجزاء، الجزء الاول غادي يكون فوق هذا الجينواز الاولى، والجزء الثاني غادي يكون من فوق الفواكه اللي غادي نحط، ومن بعد غادي ندير الطرف الاخر ديال الجينواز. انتما كلشي غيبان لكم في الفيديو، وغادي نزيد عليه الجزء الاخير ديال هذيك الكريمه. وهنا كما كيبان لكم درنا الطرف الثاني او الجزء الثاني من هذاك الجينواز اللي غطينا بها الفواكه والكريمه اللي درنا وسط من هذاك الكاتو، غادي نسقيوها حتى هي بالسيرو، وغادي نكمل هذاك الجزء الاخير اللي بقى عندي ديال الكريمه. كما قلت لكم راه قسمناها على ثلاثه، وغادي نحاولوا اننا نملسوا هذاك الكريمه من الفوق، نقوم بتنعيم هذاك الكعك. هذه راه قلبت عليا هذه الجمله هذه. المهم غادي نملسوها كما كتشوفوا بحال هكا، ومن بعد غادي ندخلوها للكونجيلاتور، وغادي نخليوها في الكونجيلاتور لمده ديال ساعه باش غير هذيك الكريمه اللي من الفوق تقصح شويه ونقدروا نخدموا بها. من بعد ما دازت ساعه ديال المكانه خرجت الكاطو ديالي من الكونجيلاتور، وخديت هاد الناباج هذا اللي نوتخ ما فيه حتى شي مذاق، سخنته واحد شويه وزدت عليه هاد الكولورون هذا غوج. ممكن انكم تزيدوا شي كولور اخر الا بغيتوه، خضار او الاصفر او لا، المهم اللي بغيتو نتوما زيدوه. المهم انا غنعطيكم غير فكره، وكيبقى لكم الاختيار بطبيعه الحال بالنسبه للتزيين وشنو غديروا من فوق من الكاتو ديالكم، فهذا من اختياركم. هنا كما كيبان لكم فانا قسمت هذاك الكاطو، ماشي قسمته ولكن غير علمته على ثلاثه ديال الاجزاء. الجزئين الاولين راني درت فيهم هذاك الناباج بهذاك الكولور كما بان لكم، والجزء الثالث فانا غادي نزوقو غير بالشوكولا، دايب خديت واحد شويه ديال الشوكولا وذوبته، وغادي ندير ليه التزيين ديالو بحال تقريبا الشكل ديال الميلفوي. هانتوما كما كيبان لكم، وهنا كما كيبان لكم فانا خديت واحد الموس وبديت كندير خطوط معاكسه، وقيل هادشي اللي كان بحال هكا كنسميوها. وغادي نكمل هذا الطرف هذا بحال هكا، وبالنسبه للجزئين اللي بقاو عندي اللي باللون الاحمر فانا كل جزء عاوتاني غادي ندير ليه التزيين ديالو بوحدو. هنا خديت شويه ديال اللوز ايفيلي اللي انا حمرته شويه في الفران وزوقت به. هنا ممكن انكم تاخذوا غير الفيرميسيل ديال الشوكولا اولا تعوضوه بشويه ديال الكاوكاو، المهم التزيين راه كيبقى البنات على حسب الرغبه ديال كل وحده وعلى حسب الاستطاعه ديال كل وحده. انا كما قلت لكم كنحاول باش ما كان انني نخدم بهذاك الشيء اللي تيكون عندي في الدار، ما نحاولش انني نمشي نشري زواق سبيسيال ديال الكاطو
فهذا ما كاين لاش، راه البنه كلها كتكون في هذاك الكريمه اللي كتصايبو، وفي هذاك يعني هذاك لي فخوي اللي كديروا، يعني هذاك الفواكه اللي كديروا في وسط من هذاك الكاطو، يعني لونسومبل ديال هذا الشيء كامل تيعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه. ماشي محتاجين اننا نمشيو نشريو ديكورات سبيسيال باش نصايبو بهم هذا الكاطو ديالنا. وهنا كما كتشوفوا بالنسبه للطرف الاخير ديال هذيك الحلوه، فانا كنبقى عندي شويه ديال الكريمه اللي درتها في جيب الحلواني وزوقت بها داك الطرف الاخر. راه نتوما شفتوا كيفاش درت، راه ديك الطريقه راه جد سهله، راه غير كديروه في لابوش وتتبقاو تديروا هذوك الوريضات بحال هكاك. وبالنسبه للفاكهه اللي كنت درت فوق من هذاك الوريضات، فانا كان باقي عندي شويه ديال الفرامبواز اللي قطعته على طريفات صغار، يعني كل وحده قطعت على جوج تقريبا ودرتها من فوق من هذوك الوريضات باش نكمل التزيين ديالي وصافي. هنا من بعد ما كملت هذاك التزيين كله، فانا بديت كنحيد هذاك الاطار، ومن بعد ما كنحيدوا هذاك الاطار كما كيبان لكم غادي نكملوا الفينيسيون ديال الجناب. كتزينوا الجناب ديالها بشي حاجه لو بغيتوها، اولا تخليوها كما خليتها انا، فما زدت ليها حتى شي حاجه من غير هذاك الديكور اللي درت ليها من الفوق. وهذا هو الكاطو ديالنا بالشكل ديالو الاخير في طبق التقديم. كنتمنى ان هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش بلي لايك لي بارطاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد، والى فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.